سريعا لمراسل قناة النادي الأهلي والزميل العزيز شريف شعبان علشان نعرف منه ما كل ما هو جديد وخاص بتدريبات واستعدادات النادي الأهلي. يا شريف مرحب بيك. مساء الخير زميلي عمر، ومساء الخير زميلي أمير، مساء النور عليك يا شريف، خاطر عليك في كل مكان، وأهلا بيك طبعا بإذن الله يكون عام 2019 وعام انتصارات عام بطولات النادي الأهلي ان شاء الله. ان شاء الله طبعا، يعني عايز اعرف منك من البدايه تقول لي ايه هو الجديد وايه اخبار تدريبات النادي الاهلي والاستعدادات للمباراه القادمه ان شاء الله تكون مباراه في دوري ابطال افريقيا. اعتقد ان هي لقاء مهم جدا وهيفرق كتير مع النادي الاهلي في حسم الصعود الى الدور الثاني. طبعا هيفرق كتير طبعا باذن الله، وباذن الله نكون مصبرين ونكمل باذن الله بطولة افريقيا ويكون من نصيبنا هذا اللقب السنة دي باذن الله. يمكن النهارده التمرين كان في الثالثة والنصف عصرا، كان في مباراة ودية مع فريق المعادي، ولكن النظر طبعا زحام او وسط بلد شديد ما قدرش الفريق يكون موجود على طول على الفور. طبعا مدير الكرة ومدير الفني مستر اسرتي وكابتن حفيظ كان قرار باداء تمرينات في الثالثة والنصف عصرا، وبالفعل كان في تمرين قبل بيت التمرين، كان في محاضرة للاعبين حوالي خمس دقائق في الملعب بيتكلم فيها مستر اسرتي عن المباراة الافريقية، عن التركيز فقط في مشوار افريقي وخلاص ننسى صفحة الدوري المصري ونركز فقط في بطولة افريقيا، نركز في الفوز، نركز في صدارة المجموعة، نركز في الحصول على بطولة افريقيا، استثمار بطولة يعني نستثمر الفوز امس في الحاله المعنويه ويكون ده تأمين علشان نفوز في المباراه المقبله. يمكن اللي شاركوا بالامس في مباراه دجله يعني ثلاثه بس شاركوا في الملعب، الشناوي والشحات وايمن اشرف، يمكن اجروا تمرين خفيف وباقي الفرقه كانت في الجيم وعملوا ريكفرنج طبعا نزلوا في المختص، يمكن تأمين مستمر كان على الجانب الاخر لاحمد الشيخ والمروان محسن وحسام عاشور والعلي لطفي، باقي اللاعبين اللي كانوا ما شاركوش في الامس كانوا موجودين في تدريبات بدنيه ثم ختمت بتاسيس بتمرين تخصصي وبعد كده تقسيمه صغيره. يمكن لاحظت يعني وجود او مجيء ياسر ابراهيم ورمضان صبحي بالاشاعات في ايديهم، فانا سالت الدكتور قال لي يمكن يعني ياسر عنده ضمه وعنده حاجه خفه جدا في الخلفيه، يمكن هيقعد 10 ايام رمضان صبحي 10 ايام، يمكن لو رمضان صبحي عنده الحوض يعني يا شريف بدون قطع بس الكلامك بدون قطع كلامك، يعني ياسر ابراهيم ورمضان صبحي رسميا بره مباراه سيمبا التنزاني في بطوله افريقيا المباراه القادمه صح كده؟ مظبوط، من 10 ايام 14 يوم باذن الله، من 10 ايام الاثنين بالتالي خارج المباراه. يمكن المفرح ان اللي هيكون موجود في المباراه وجاهز للمباراه حسام عاشور، يمكن قال لي حسام عاشور هو الوحيد اللي ممكن يلحق لقاء في القائمه الكبيره مصابين، يمكن نتكلم فتحي، نتكلم في مروان، نتكلم في عاشور، في علي لطفي، علي لطفي طبعا هيلحق، علي لطفي عنده بس خدمه يمكن يومين ثلاثه وينزل التمرين، حمدي فتحي في الشيخ، يمكن يا نجيب يعني كل يعني هيكون عاشور هو اللي باذن الله عنده الفرصه القويه يكون موجود في المباراه. على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان، تدريب الحراس يمكن شريف اكرامي، مصطفى شوبير، احمد طارق عملوا تمرينه قويه جدا مع طارق سليمان، وبعد انتهاء التمرين كان حريص كابتن طارق سليمان ينفرد بمصطفى شوبير واحمد طارق، طبعا هم تحت السن، بتمرين تخصصي تمرين اطول شويه علشان يديهم جرعه تجريبيه اطول شويه. زي ما قلت لك يمكن النهارده ياسر كان موجود، رمضان صبحي كان موجود، ولكن للاسف هم خارج المباراه. اللي موجودين باذن الله يكونوا بدلاء جاهزين باذن الله يعملوا الفارق مع النادي الاهلي باذن الله، يكون الانتصار حالتنا باذن الله يوم السبت المقبل. وانا سالت النهارده الجهاز الاداري هيكون السفر امتى لاسكندريه؟ هيكون يوم الخميس المقبل باذن الله، سفر لاسكندريه وباذن الله المباراه طبعا يوم السبت، اللي نتمنى باذن الله الاهلي يكون صاحب الحظ الاوفر، يكون الفوز من نصيبه. طيب شريف، عايز اسالك بالتحديد عن الحاله المعنويه للاعيبه النادي الاهلي، خصوصا ان احنا بنحقق الانتصار الثالث على التوالي في بطوله الدوري بعد فتره يمكن كانت صعبه على الفريق، وما كانش كمان في توفيق بيحالف في النادي الاهلي بشكل كبير. معنويا لاعيبه النادي الاهلي خلاص اصبحوا يعني جيدين بالتحديد من هذا الجانب، ولا الامور ماشيه ازاي من خلال طبعا متابعتك لمران الفريق؟ يمكن لغه الانتصارات هي تدي ثقه للاعب، الانتصار طول الاخر بيدي ثقه كبيره بالزبط. جدا للاعب، بتفرق معاهم في التدريبات، بتفرق معاهم في الكلام مع بعض، فالانتصارات الفتره الاخيره فارقه جدا مع لعيبه النادي الاهلي، الثقه بدات ترجع لهم تاني، نغمه الانتصارات المتتاليه ورا بعض بدات ترجع لهم تاني، حسوا ان هم خلاص بقوا على الطريق الصحيح، حسوا ان هم قربوا من
بدأوا تعديل في الجدول الدوري، المركز يتقدم من مركز لآخر، الفوز ضد ثقة كبيرة جدا النهارده في التمرين، اللي شاركوا في التمرين النهارده تمرينة قوية جدا، يمكن الكل بيشارك فيها، الكل سعيد، الكل عاوز يثبت نفسه للراجل، الكل عاوز يحجز مكانه في المباراة المقبلة. فأنا لا بقول لك أنا بطمن كل جماهير النادي الأهلي، الروح المعنوية للاعبي النادي الأهلي الفترة الأخيرة يعني حاجة تدعو للتفاؤل، حاجة بإذن الله تقول بإذن الله إن السبت بإذن الله في انتصار بإذن الله كبير للاعبي النادي الأهلي. يا رب ان شاء الله. شريف، يمكن عايز ارجع معاك تاني لمباراه سيمبا والكلام والاخبار اللي قلناها في بدايه الحلقه ان مباراه الاهلي وحرس الحدود مهدده بالتاجيل بسبب عدم وجود خطوط طيران متاحه قبل يوم 8 فبراير، وهو نفس اليوم اللي هتقام فيه مباراه الاهلي وحرس الحدود علشان الاهلي يسافر يلاقي سيمبا التنزاني. هل في يعني كلام من الكابتن سيد او في كلام من الجهاز الاداري يعرفوا يشوفوا حل الموضوع الطيران، ولا لحد دلوقتي الامور كلها مفيش حاجه متاحه غير يوم 8 فبراير، وبالتالي مباراه حرس الحدود ممكن بشكل كبير جدا تتاجل بسبب مباراه الاهلي في افريقيا امام سيمبا التنزاني يوم 12 فبراير؟ هو لازم المباراه تتاجل لسببين، يعني انا عشان خاطر اخد موافقه السفر من وزاره الشباب والرياضه بيجبرني على التعامل مع وزاره الشباب والرياضه، بتجبر كل الانديه المصريه على التعامل مع الشركه الوطنيه المصريه. تمام. فلابد من النادي الاهلي يسافر على خطوط الشركه الوطنيه المصريه. فاليوم السفر دوت متعارض مع مباراه الاهلي وحرس الحدود، فبالتالي اتحاد الكره مجبر على تاجيل هذه المباراه، لان الاهلي ما عندوش خيارات اخرى الا بقى لو في طياره خاصه، طياره خاصه دي قصه مختلفه خالص، يعني القصه فيها فلوس اوفر كبيره جدا، فاتحاد الكره ما عندهوش خيارات غير ان هو ياجل المباراه. فبالتالي يعني توقعاتي الشخصية أن المباراة سيتم تأجيلها مليون في المية. يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في الفترة اللي جاية. شريف، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وتوضيح كل ما هو جديد وخاص بأخبار النادي الأهلي. شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي.